السؤال الرابع، اسم ولي عهد الأردن هو الأمير؟ فيصل، حسن، حسين، عبد الله. مستعين بالجمهور. مستعين بالجمهور؟ ما عندي فكرة. نعم؟ ما عندي فكرة عن الإجابة هي يعني. مش متابع، مش عارف. لا 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 أبدا. يعني جمهور جهزوا حالكم. سياسة وفن شوي الأمور. طيب. السؤال هو: اسم ولي عهد الأردن هو الأمير فيصل، حسن، حسين، عبد الله. تفضلوا جاوبوا الآن. الأكثرية عطينك حسين 33%، أكثرية يعني بين التصويت. 28% عبد الله، 27% فيصل، 12% حسن. عبد الله وفيصل أكيد. لا مين بي؟ بي حسن وحسين. طيب نتكل على الله، ناخذ الإجابة رقم 3 حسين. حسين جواب نهائي. إن شاء الله. إن شاء الله. هو ولي عهد الأردن كان الأمير حمزي. أبل. بس الأمير حمزي هو أخوه للملك عبد الله. إنما من فترة زاح الأمير حمزي وعين ابنه البكر اللي هو على اسم الملك حسين، وهو حسين هو ولي العهد. والجواب صح، صاروا 5 دقائق.